الفعاليات شهر الإمارات للابتكار أكبر حدث وطني للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين حتى 28 من هالشهر، وتشمل إمارات ومناطق الدولة كافة بواقع أسبوع في كل إمارة، وتحت شعار نبتكر لعالم أفضل. تحتفي إمارة الفجيرة بالفعالية تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة. عشان نتكلم أكثر عن هالفعالية أكيد نستضيف السيدة حصة الفلاسي منسق شهر الإمارات للابتكار في إمارة الفجيرة. مرحبا بك وحياك الله في صباح الخير يا بلادي. مرحبا أختي ميثا، مشكورين على الاستضافة. يا مرحبا وحياك الله. بداية، كيف تحتفي إمارة الفجيرة بشهر الابتكار وأسبوع الابتكار؟ تحتفي إمارة الفجيرة بالشهر الإمارات للابتكار من خلال تنظيم 50 فعالية شاركت فيها أكثر من 30 جهة محلية واتحادية بالإضافة إلى القطاع الخاص. يتم التسليط الضوء في هذه الفعاليات على أكثر من 215 مبتكر من أبناء الفجيرة. توزعت الفعاليات عندنا خلال هالأسبوع على كافة أنحاء إمارة الفجيرة وضمت حتى المناطق النائية. ما شاء الله، شو يعني الفعاليات والبرامج اللي تحتضن نقول اسبوع الابتكار بشكل خاص؟ اسبوع الابتكار في الفجيرة عندنا بعض الفعاليات الرئيسية ابتديناها في نهاية الأسبوع بالحدث إطلاق اسبوع الابتكار في الفجيرة تحت شعار نبتكر لعالم أفضل بحضور سمو ولي عهد الفجيرة. الحمد لله لقينا إقبال وايد كبير من الجماهير، 5000 زائر تقريبا. شاركت معنا 16 جهة اتحادية ومحلية، وكان فيها الكثير من التجارب التفاعلية والعرض للابتكارات ل50 مبتكر من الفجيرة. حلوة هاي الشراكة المختلفة بين الجهات الاتحادية والمؤسسات، كلمينا عن الشراكة أكثر وأهدافها. الهدف هو أن احنا نعرض للجمهور وين وصلت الحكومة في الابتكار، وشو اللي ياسة تسوي الحكومة من جهود في تطوير خدماتها واستخدام الابتكار في تحسين جودة الحياة في المجتمع. أكيد. وأيضا الحفاظ على البيئة، لأن احنا عندنا المفهوم الأساسي اللي ياسين نركز عليه في أسبوع الإمارات أسبوع الابتكار في الفجيرة هو الاستدامة والحفاظ على البيئة. فالجهات الاتحادية والمحلية وحتى المبتكرين اللي مشاركين معانا ركزوا على هالمفهوم وحبوا أنهم يبرزون شو اللي توصلوا لآخر شيء في هذا. بتكون الابتكارات أكيد صديقة للبيئة. كلها صديقة للبيئة. المبتكرين المشاركين معاكم عددهم، خبرينا عنهم أكثر. الفعاليات كلها الموجودة في إمارة الفجيرة تقريبا أكثر من 150 مبتكر، واللي قدرنا أن احنا نسلط الضوء عليهم إعلاميا إن شاء الله خلال هذا الأسبوع 215 مبتكر. أما المشاركين معنا في الفعالية الرئيسية خلال نهاية الأسبوع كانوا 54 مبتكر من إمارة الفجيرة. ما شاء الله، عاد احنا حابين نتعرف على أهم الابتكارات اللي بتكون موجودة، خبرينا عنها أكثر. معظم الابتكارات اللي كانت موجودة هي ابتكارات بيئية وتركز على مفهوم الاستدامة. كان في مجال الأسمدة العضوية والتطوير المستمر في هالمجال، أيضا الثلاجة اللي ممكن أنها تراقب انتهاء صلاحية الأغذية. مفيدة هالثلاجة. هي مفيدة هالثلاجة خصوصا لكبار السن. كبار المواطنين والمواطنات كيف يستفيدون وايد من هاي الثلاجة. وفي بعد الابتكارات اللي تراقب استهلاك المياه وتساعد المواطن على ترشيد استهلاكه. نحن سمعنا الإقبال ما شاء الله وايد كبير من الزوار. الحمد لله. شو أكثر ركن لو لاحظتي أن أكثر يكون إقبال عليه أكثر من الزوار؟ أكثر شيء إقبالهم كان على التجارب التفاعلية والواقع الافتراضي اللي قدمتها بعض الجهات عشان توضح خدماتها، وأيضا التجارب اللي فيها مثل طباعة على الحجر، طباعة الصور. لأنهم يشاركون صح ولا لا؟ هم الأشياء اللي يقدرون على التفاعل والتطبيق بشكل خاص. اللي يقدرون هم بنفسهم إنهم يشاركون. يجربون حتى يعني أتوقع مكان حلو حق العوائل. صغارية يونستان. يعني إحنا سوينا يوم كامل للعوائل، في كان ورش عمل للأطفال، ورش عمل للشباب، وفي نفس الوقت عروض الابتكارية والتجارب التفاعلية، فكانت تجربة ممتعة للعوائل. ملفتة للنظر وخاصة للصغارية أهم شيء. هذيلا أصلاً الاستثمار الحقيقي الحين تستثمرين في هالجيل، احنا شايف المستقبل يطلعون مبتكرين بالفعل. فاحنا وفرنا لهم فرص تعليمية فريدة تخليهم حتى يطلعون من عندنا حابين يستكشفون أكثر ويتعلمون أكثر عن المواضيع اللي طرقوا لها. يكون عندهم هاي الرغبة في التساؤلات والفضول وحب المعرفة أكيد والابتكار والإبداع. جائزة الطالب المبتكر، كلمينا عنها أكثر. جائزة الطالب المبتكر أطلقها مجلس رعاية التعليم بالفجيرة بالتعاون مع منطقة الفجيرة التعليمية.
هاي الجائزة تم الترشح لها من قبل الطلبة، وكانت الشروط أنه يكون الابتكار جديد ولم يتم تقديمه في أي مسابقة ثانية أو جائزة ثانية. الحمد لله تم الانتهاء من الترشيحات بالتعاون مع منطقة الفجيرة التعليمية. حاليا يتم تقييم الطلبات والمشاركات، وسيتم الإعلان إن شاء الله عن الفائزين الأسبوع القادم قبل نهاية شهر الإمارات للابتكار. أكيد نحن يعني من خلال صباح الخير يا بلادي بنكون موجودين وبنتعرف على الطالب المبتكر إن شاء الله. كلمة أخيرة توجهينا لكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة سما دبي ومن خلال برنامجنا صباح الخير يا بلادي. اختميت أنا أدعو المشاهدين أنهم يروحون ويزورون هاي الفعاليات، زيارتهم للمبتكرين، اطلاعهم على ابتكاراتهم ومشاريعهم دعم كبير لهم وتشجيعهم على الاستمرار أيضا. نحن شاكرين وجودك وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتيها لنا ولمشاهدينا، وبالتوفيق إن شاء الله في أسبوع الابتكار في إمارة الفجيرة. شكرا لتختمين.